كل شركة بيكون عندها شيء مميز غير الشركات التانية، والبعض بيقلده بس، وبتلاقي المنتجات تبعها ما بتنجح كتير. سماعات معودين احنا بيكون في نويز كانسليشن، بيكون في بطارية منيحة، بس لأول مرة كإيهاب بعرف انه في سماعات الحافظة تبعها بتقتل البكتيريا اللي بتكون موجودة بالأذن. الجي عملت هيدا الشيء. كيف؟ خلينا نشوف مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وإذا عجبتكم الحلقة اللايك الجميل، هيدي هي الطريقة الوحيدة لدعم القناة. وخلينا نشوف مع بعض حلقة جديدة من مستر تيك مع الجي تون فري سماعات. مرحبا، حلقة جديدة من مستر تيك، معكم إيهاب سالم، واليوم معنا السماعات من الجي الـ FN7 بميزات كتير وعديدة. أهم اللي حقوله أول شيء، هدول السماعات بينطفوا، السماعات الأساسية بينطفوا البكتيريا اللي موجودة بالأذن. كتير أيام بنكون قاعدين عم نستعمل السماعات تبعنا، وبعدين بيجي حدا بيقول بدي اسمع هالغنية أو بدي اسمع كذا شيء. أنا شخصيا ما بعمل هذا الشيء لأنه سماعات شخصية، وما في حدا بيعير سماعات يا جماعة. هون مع الـ FN7 بتنظف البكتيريا الموجودة بالأذن بنسبة 99%، بتقتلهم. أول شيء خلينا نشوف التصميم. مهند اليوم معنا، مهند مش دلاتي، معودين على دلاتي، اليوم معنا مهند. مرحبا مهند. FN7، سامع شي مرة عن سماعات بتنظف البكتيريا؟ أول شيء خلينا نشوف شو في بالعلبة. في تايب سي الشاحن الموجود هون، في الايربودز تبعون الأذن عشان نغير إذا دينتنا كبيرة أو صغيرة حسب. ففي قياسين السمول واللارج، وسماعات، لحظة فرجيها لمهند. السماعات بشكل عام جاية بالقياس الميديوم. كتصميم أول شيء عم نشوف السماعات صغار، هيدا التاتش تبعهم شايفها مهند، صغيرة. أو إذا شايفها عم يضحك مهند، جديد لأنه معنا اليوم، صغيرة سهلة الوضع بالأذن، هيك بتقول الجي. شايفني؟ أوكي. هلأ مش النويز كانسليشن دغري، لا بدي شيل هيدا الموضوع. أول شيء نحكي عن موضوع النويز كانسليشن، خليني أحط هيدا الأذن يقدر يصورها مزبوط. التحكم كله بيصير عن طريق التاتش الموجود هون، دبل كليك تنغير إذا بدكم الأغنية، أو نعلي الصوت باليمين ونوطي الصوت بالشمال. هاي اليمين هاي شمال، ضيعت أنا. زائد أنه مش كلها إن إير، يعني الطرف تبعها بس هو اللي بيفوت بالأذن، للأشخاص اللي ما بيحبوا تكون السماعة دغري جوات الأذن على الطرف. صعبة أنه تتحرك مع هز الراس، اخذ مكانها مزبوط، وبرياحه ما في ازعاج انه في شيء موجود بدينتنا لفتره. الحافظه مبدئيا تبعون السماعات صغيره، سهله انها تنوضع بالجيبه. كنا حكينا كثير على سماعات من قبل كان شوي الحجم تبعها كبير، لا هون الحجم صغير، ولون الابيض اللي بيلمع بس ما في كثير تبصيب عليها. في لون أسود بعد، بس أنا اللي عندي إياه الأبيض. طريقة التوصيل سهل كتير، وخاصة لأجهزة الأندرويد. هلأ أنا وصلتها قبل ما أبدأ الحلقة، بس بشكل عام مجرد إذا عم تعملوا توصيل عن جديد من أول وجديد للسماعات، مجرد ما أنه تفتحوا السماعة حيبين عندكم هون دغري كونكت، تعملوا لها كونكت. إذا لا، مثل العادة بنفوت على البلوتوث وبنلاقيها وبنعمل كونكت. في شيء عجبني بعد بالسماعات التون من LG، في عندهم برنامج فيكم تنزلوه عن جوجل او اي ستور موجود، التون فري، هيدي الابليكيشن بدنا نعمل كونكت، وبيقول لك اوكي نيكست اوكي، حنعمل كل هدول. بتقول له اوكي انت، نحن دائما بنكبس اوكي من دون ما نعرف شو، نفتح السماعات وبتصير السهل الموضوع، لانه
بيشوفها. داونلود مش الحال خلص شفتها. هون فينا نتحكم بكل شيء بالسماعات، فينا نعمل النويز كانسليشن اون او اوف، او فينا نعمل الامبيانت ساوند، فينا نشتغل نحط انه احنا بس بدنا بيس، فينا نعمله ستاندر، فينا نتحكم بالفوليوم تبعون السماعات من هون نعلي وبنوطي فيها حسب الفوليوم اللي بدكم اياه. فكل كل الكنترول فينا نعرف قديش في معنا بطارية بالسماعات وبالحافظة تبعها. هون لازم يمكن اشحن الحافظة شوي عن طريق الابليكيشن اللي موجود هون تون من LG. بوصل للبطارية، البطارية أخذت معي مع النويز كانسليشن تقريبا 4 ساعات من الاستعمال، من دون تفعيل النويز كانسليشن أخذت معي 5 ساعات 6 ساعات تقريبا من الاستعمال. هلأ شحنا 5 دقايق كمان تقريبا بتعطينا ساعة من الاستعمال. عجبني موضوع النقطة اللي هون، ما بعرف إذا مهند بيقدر يجيبها ولا لا، النقطة الموجودة اللي هون دلاتي لو موجود بيجيبها لأنه شاطر أبضاي. شايف هاي النقطة اللي هون، هاي الخضرة، خضرة يعني السماعات مليانين، بس تصير صفرة بصير يعني صار وصلت للنص، وحمراء يعني صار لازم نشحنها. فنعرف حتى كمان قديه الليفل تبعون البطارية تبعون الحافظة عن طريق اللمبة الموجودة هون، زائد اللون البنفسجي الموجود هون. هاخد لكم اياها كلوز اكتر تنبين معكم. اليو في اللي هي تقضي على البكتيريا، وكان في اجهزة هلأ كتير عم نشوف انه بنحط فيهم مثلا سماعات، بنحط فيهم الببرونة اذا بتكون تبعون الطفل اللي بيرضع فيها، كما تنقي من الجراثيم هون. وهيدي الميزة اللي موجودة بالسماعات التون من LG مش موجودة، او ما بعرف اذا موجودة بس مش شايفها بغير سماعات، بتنقي الفلاتر الموجودة او السيليكون الموجود اللي بسماعة هون 99% بتقتل البكتيريا موجودة من اللي بيكونوا موجودين هون، مجرد ان احنا حطيناها بالحافظة، ضو الضو سكرنا وبلش التعقيم. تشحن وايرلس ضد المي بمعيار IPX4، يعني للتعرق اذا بتجم بسبور هذا الشيء ما في مشكلة، اذا عرقانين وهذا الشيء كتير منيح ان شاء الله بتروحوا على سبور، عدتوا كتير بالبيت من وراء الكورونا، فهذه كمان نقطة منيحة بهذا الموضوع. سعره بالأسواق 799 درهم، هحط الأسعار بالعمولات الأخرى إذا بدكم وفيكم تطلبوها أونلاين. كتير قصص وخواصت عجبتني فيها، صرت حكي كذا مرة عن موضوع إنه البكتيريا النويز كانسليشن، وهذه النسخة اللي فيها النويز كانسليشن يعني عملوا أبديت إذا بدكم شوي FN7 عن الـ6 ما كان فيها النويز كانسليشن هون موجودة. LG أول سماعات عم بعملها مراجعة لحد هلأ من عندكم، فيني أقول إنه منيحة كتير. هذا كان كل شيء لليوم، حلقة جديدة بنشوفها الجمعة الجاية من مستر تيك، ومن هلأ لوقتها خليكم بعيد عن البكتيريا. سلام.